الذي أحضرتموه على الحمالة. بامسي يجب أن ترتاح. بامسي لا تذهب، أرجوك بامسي. بامسي انتظروا، أرجوك لا تذهب. بامسي أريد أن أراه. ابتعدوا، توقف يا بامسي. من هذا؟ من الذي تحملونه؟ تكلموا. من هذا؟ دعوني أراه. من هذا؟ أريد أن أراه. انزلوا، لن تذهبوا قبل أن أراه. من هذا؟ اتركوني، أريد أن أراه. لا تنظر إلي، دعوني أراه. لا، أم هيمة، أم هيمة، ولدي أرطغرل. أمي ليس سيدي، هذا ليس سيدي، هذا
هذا ليس هو، هذا ليس سيدي أرطغرل، هذا ليس سيدي، أمي ولدي أرطغرل، ولدي أرطغرل، هذا ليس هو، ليس هو. النار لا تحرق سيدي أبدا، لا تحرقه. سيدي يجاهد في سبيل الله، النار لا تحرق من يجاهد في سبيل الله. ولدي أرطغرل. سامحني، لم أستطع إنقاذك سيدي، أرجوك سامحني. ليتني مت أنا أيضا يا سيدي، لم أستطع إنقاذك، ليتني مت قبل أن أرجوك سيدي. بينما كنا ننتظر عودتك إلينا سالما، كيف تهدو هكذا يا أرطغرل؟ بك هذا يا سيدي؟ سيدي أرطغرل، كيف يجرؤون على هذا؟ أمي، أمي، هل أحضرتم والدي؟ من هذا بامسي؟ تكلم بامسي. سيدي، سيدي تورغون، 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 هذا ليس سيدي، أليس كذلك؟ قل إنه ليس هو. سيدي ما الذي فعلوه به؟ لنحميه سيدي، ولدي أرطغرل، أرطغرل سيدي، ولدي أرطغرل، ولدي ابني.
يحيى القائد أرس، يحيى القائد أرس، يحيى القائد أرس، يحيى القائد أرس، يحيى القائد أرس. لتستمر الولائم حتى الصباح. استمروا بالاحتفال حتى يدفن أرطغرل. اليوم هو أسعد يوم في القلعة. أمرك سيدي. سيدي، هذا تاجر العبيد سيمكو، أعرفه من نيقيا، وهو تاجر مشهور جدا، يريد أن ينال شرف التعرف إليك. تعال. أقدم احترامي قائد أرس. وليمتك العظيمة هذه تستحق مجيء الجواري الجميلات إليها، وأنا جمعت أجمل الجواري وأتيت إليكم. لقد سمعت بعظمتك وأتشرف بالتعرف عليك. ولماذا تريد التعرف علي؟ يمدحون التجارة هنا كثيرا، وأنا أريد أن أتاجر هنا أيضا، ومن أجل فعل هذا يجب أن أتعرف على حاكم قوي مثلك كي أتشرف بالعمل معه. أنت تبدو كتاجر ذكي. سلمت قائد أرس، أحضرت لك معي هدية أظنها تليق بمقامك. إن كنت تسمح لي أود تقديمها إليك. دم سيدنا أرطغرل، سوف نأخذ بثاره ممن فعلوا به هذا. أعدك ارحمنا برحمتك يا رب. بني أرطغرل. Thank you.
واضح من العبيد الذين معك أنك تاجر جيد. اسم هذه الجميلة ماريا، ونحن نسميها عروسة البحر، نظيفة وبريئة كأنها زهرة لم تتفتح بعد. عروسة البحر إذا. جميلة، جميلة جدا. كبداية من أجل تأسيس علاقة جيدة بيننا، أرجو منك أن تقبل مني هذه الجميلة كهدية. إهداء شيء ثمين كهذا يقوم به التاجر الذي يعرف عمله جيدا. مهاراتك شيء واضح سينكو، أعجبني سخاؤك. نحن نرحب بالتجار الجيدين هنا، من الواضح أننا لن نواجه صعوبة أبداً بتأسيس علاقة بيننا. هذا شرف كبير بالنسبة لي أيها الحاكم. لوكاس، جهزوا غرفة مريحة لهديتي ودعوها ترتاح. بعد جنازة أرطغرل غداً سأبدأ احتفالي مع ماريا. بصحة القائد. لنشرب بصحة القائد. كيف فعلوا هذا بك سيدي؟ كيف فعلوا هذا بك سيدي؟ لقد ألموا قلوبنا حتى أنهم أحرقوا جثة سيدنا بعد استشهاده. ما هذا الظلم يا أخي؟ أنا الملام، أنا السبب في هذا. أنت لا ذنب لك أخي بامسي. ألم تسمع ماذا قال تورغوت؟ الوقت الآن ليس وقت التأوه، بل هو وقت حمل السيف. من يفكر الآن بشيء غير الانتقام نفسه حرام عليه. أجل، سندفن سيدنا وبعد أن نواريه في التراب سيحين وقت أخذ الأرواح، سيحين وقت قطع الرؤوس. نحن جاهزون. الانتقام لسيدنا دين علينا، والأخذ بثأره شرف لنا. كل من كان له يد بهذا سوف يموت إن شاء الله. من بعد الآن قيادة قبيلة جفدار، والأخذ بالثأر لشقيقك هما وظيفتك دوندار. لهذا السبب سنرسل للسادة وندعوهم لاجتماع عاجل. أعرافنا تأمرنا بهذا. دوندوز، تعال كوندوس، تعال إلى جانب أخيك. حليمة، لا تبكي هكذا أمام الطفل يا ابنتي.
يجب ألا يراك بهذه الحالة. عندما رأيته تذكرت عيون أرطغرل يا أمي. هيا استيقظ يا أبي، استيقظ يا أبي. جندوز عزيزي، هيا اذهب لأخيك. هيا هيا. لن أذهب. هيا استيقظ يا أبي. لا تفعل هذا، لا تفعل هذا أرجوك جندوز، لا تفعل هذا يا بني صغيري، لا تبكي صغيري. هيا أبي انهض. كيف ستبرد هذه الآلام يا رب؟ ارحمنا يا الله، ارحمنا. علامة الأوغوز، السهام الثلاثة والقوس. بعد أن كانت ستصبح علامة الدنيا، أصبحت الآن علامة جنازتك بني. تعزية لك تورغوت. هل فتح التراب حضنه لابن أرطغرل يا تورغوت؟ نعم أمي. أنت من تعطي وأنت من تأخذ يا الله، أنت من كتبت الموت على كل حياة. كيف سأكمل حياتي من دونك يا قرة عين؟ كيف سنضعك في ذاك التراب الأسود يا أرطغرل؟ كيف سنضعك في التراب؟ أرطغرل، لا! بطل مثلك لا يجب أن يموت هكذا. كيف سنعيش من دونك؟ أوه! أنت من كنت تملأ علي الدنيا. أرى العالم كله فارغاً إلا أنا أرطغرل. حالتي حليمة. بطلي، كيف سأعيش الآن من بعدك؟ بطلي، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الفرسان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سوف أنتقم لك يا أبي، سوف أنتقم لك، أعدك أنني سأنتقم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر 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 الله أكبر. نحن كلنا لله ونحن كلنا إليه راجعون، وكما علمنا نبينا سنصلي الآن الصلاة على شهيدنا وسندعو جميعنا له. الله أكبر. الله أكبر. سيدي أرطغرل، أنا أقسم بشرفي بأن الانتقام لك سوف يكون من نصيبي أنا، وسأدخل فاسي هذا في رأس من غدر بك، وأقسم أنني لن أهدى حتى أنتقم. 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 لن نهدى حتى ننتقم. لن نهدى حتى ننتقم. لن نهدى حتى ننتقم. أتيت من أجل حق الجار، تعزي لكم. السيد أرطغرل كان محاربا بطلا وقائدا مجيدا، جميعنا حزينون عليه. اعلموا أني سأكون بجانبكم على الدوام. شكرا لك. أنا آمل أن تتبع
الدولة السلجوقية سياسة تخفف التوتر في الحدود. أنا من يسير السياسة هنا. اطمئن، لا تقلق، سياستنا بعد الآن لن تكون متوترة، بل ستقوم على المصالح المتبادلة. فرحت جدا لسماع هذا أيها الأمير. أود كثيرا جمع ثمار سياسة كهذه. ثمار كهذه لن تنضج بعد، لكنها قريبة. انتظر خبرا مني الآن. سادة الكاي الأبطال ونساء الشجاعات وأبناء الفرسان، نحن لن نسقط من عاصفة واحدة. نحن لا نقبل أن نفنى من أول إعصار. نحن لم تنهينا مصيبة واحدة. سنحزن ونذرف الدموع، لكن لن نيأس، وكما علمنا سيدنا أرطغرل فنحن الآن لدينا دعوة. من كان يؤمن بالسيد أرطغرل ويعطي قيمة لكلامه فليعلم جيدا أنه قد استشهد في سبيل الدعوة. ومن كان يؤمن بدعوة الله سبحانه وتعالى فهو يعلم أنه يجب عليه الاستمرار بها، ويعلم أن هذه الدعوة ستبقى إلى يوم القيامة ولن تنتهي أبدا. من يريد منكم أن تطمئن روح سيده الآن فليتحرك وليذهب ويحمل سيفه، لأن الوقت الآن هو وقت الانتقام. العين بالعين، الدم بالدم، الانتقام! الله أكبر.
من تكونون؟ نحن البوزوك من الأوغوز، من جبل الرب. أتينا من أتوكان، جئنا نبشرك سيد أرطغرل. طفلك هذا سينشر النور في بيتك، سيكون اسمه عثمان. دليله القرآن وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فليكن عرفه عرف الأوغوز. نحن السهام الثلاثة من الأوغوز، نزلنا من اللالتاي وشربنا الماء من أورهون، وأتينا لنبشرك بأنه سيكون لك ابن اسمه عثمان. فلينصره الله، وليكن هدفه إتمام الدعوة. فليكن من نصيبه لواؤنا ذو السبعة أهداب، وهو اللواء الذي حمله أجدادنا وفتحوا العالم به. فليكن علامة دولة العالم سيد أرطغرل، مفتاح الدولة التي ستولد وتخلد إلى الأبد بيدك ويد ابنك. ستبقى أنت على قيد الحياة، وسوف تذهب وتأخذ انتقامك، وستفرض النظام على الأراضي التي تطاؤها، وسوف ترى ابنك عثمان وسوف يسود الدنيا. على نهج أجدادنا الأوغوث سنحمل الأقواس والسهام، وسنحمل السيوف والدروع، ورماحنا الطويلة ستكون كالغابة، وسننتشر في كل الأرض، لتكن الشمس علمنا والسماء خيمة لنا. الله أكبر! 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 عثمان.
سيدنا أرطغرل قد استشهد. نحن الآن يجب علينا أن نستجمع أنفسنا وأن نملأ مكان السيادة حتى لا تبقى قبيلتنا وفرساننا بلا قائد. يقول الصواب. هذا صحيح. يجب علينا اختيار سيد. صحيح. لهذا أنا ابن سليمان شاه دوندار أطلب أن أكون سيدا لقبيلة الكاي، وسوف أستمر بدعوة أخي من بعده. ولتعلموا أن الانتقام لأخي سيكون دينا على رقبتي. هذا صحيح، أنت الأحق بالسيادة. دعوة السيد أرطغرل يجب أن يحملها شخص من دمه. هذا مناسب. نعم هذا صحيح. أجل أجل، بما أنكم اخترتم سيدكم فيجب عليه الآن أن يستلم علامات السيادة. ما تقول صحيح.